بذل المهجنات الأصايل في جولتنا الثالثة من جولات هذا الصباح. هكذا ننطلق مع هذا الشوط ونذهب مع هذه الشعارات المزينة لأرضية هذا الميدان، ومباشرة ناخذ الصدارة الأولى، ناخذ المركز الأول. ومقدمة هذا الشوط نتعرف على هذه الأسماء: المركز الأول القادمة الطيارة لهجن البشاير التابعة لصاحب السمو سيد أسعد بن طارق آل سعيد القادمة من السلطنة بالفعل بقيادة عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي في عملية تضميرها، أيضا مشاركة في هذا المهرجان قادمة للمنافسة وتسجيل أيضا هنا نقطة ذهبية من خلال أيضا مشاركة الطيارة بالفعل. المركز الثاني القادمة على ثاني المراكز الوصول من نشايب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن المر بن حلوة أيضا مرها، بينما اللي في المركز الثالث القادمة في المركز الثالث وصولها أيضا جميل للغاية، الوصول من الشامخة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مصر بن غانم أيضا بالقبع بالفعل يتقدم ويأخذ المركز الأول يغير هذه الصدارة. المركز الثاني غند وصلت لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي، يتواجد أيضا أبو حمد المتمرس بالفعل هنا يقدم هنا مشاهدين الأعزاء والخبير بالفعل يقدم لنا خبراته القوية والعملاقة، بينما اللي في المركز الثالث هجن التراث قادمة، هجن التراث أيضا منطلقة مع الضبية لسمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يتقدم هنا من خلال تواجد الضبية بالفعل، بينما دخول آخر من تحديات قوية هناك شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتقدم حمد بن علي العويسي مضمر النجوم الخمس ليقدم لنا شقرة في هذا الشوط، ولكن دخول من شعار هجن العاصفة القادمة مع الشاهينية، هجن العاصفة غياث الهلال يتقدم غياث هنا ويبحث عن نقطة أخرى من نقاط هذا الصباح، بينما الواري وصلت الواري تدخلت هنا لهجن الرياسة يضمر الواري علي بن ميل الوهيبي. هكذا نتيجتنا مشاهدين الأعزاء الثمان المراكز الأولى، ناخذ أيضا المركز التاسع في هذه اللحظات زعفرانة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع، بينما المركز العاشر وصلت الشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي في عملية تضميرها. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام هكذا العشر المراكز الأولى، هكذا الأداء الجميل، ولكن نعود إلى الشامخة، الشامخة على المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مصر بالقوبع في عملية التضمير، هناك يقدم هذا الاسم، بينما اللي في المركز الثاني الوصول من غند لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد اهل مكتوم مسري بن سالم بالعرطي يتواجد هنا بخبرة الكبار الخبير عاشق السلالة الصغانية، يتقدم مسري بن سالم بالعرطي ليقدم غند بالفعل، ولكن وصول من الوارية لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي يقدم الوارية، ودخول آخر من خلال تواجد الضبية لسمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد الهيان الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يدفع بأكثر من ورقة في هذا الشوط ليقدم الضبية ويقدم زعفرانة، غيرت زعفرانة تدخلت بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، ولكن الدخول من المناطق الخلفية إلى المركز الأول الشاهينية هجن العاصفة غيرت خذت الصدارة الأولى، غياث الهلالي يتقدم هنا مع هذا الاسم ومع هذا الشعار الكبير، بديعة قادمة بديعة تتدخل بشعار هجن الرياسة علي بن يمي اللهيبي يقدم بديعة بالفعل، تأتي في المركز الرابع في هذه اللحظة
لحظات، بينما المركز الخامس الوصول من الشامخة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مصر بالقبع وصل، بينما وصول على المركز السادس تحدياتي أيضا، هناك شعار هجن الرياسة القادم مع المركز السادس القادم الوارية، هجن الرياسة تدخلت في المركز السادس، المركز السابع هناك الضبية، المركز الثامن الوصول من الشاهينية هجن العاصفة، بينما المركز التاسع الوصول من شقرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، حمد بن علي العويسي يقدم شقرة، ولكن هنا الشرود، وصلت الشرود لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي يقدم الشرود، الوصول من الشاهينية هجن الرياسة علي بن يمي اللهيبي. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام نعود ونتحول إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة الأولى، إلى الشاهينية اللي في الصدارة في المركز الأول في الأداء الكبير في التحدي المثير مشاهدينا ومتابعين الكرام في هذا الانطلاق القوي، هي على الصدارة الأولى، هي على المركز الاول هنا مشاهدين الاعزاء، هذه الشاهينية هجن العاصفة، هجن العاصفة على المركز الاول غياث الهلالي، ولكن الدخول التغيير الذي جرى وطرى، زعفران غيرت، زعفران اخذت المركز الاول لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان احمد بن خلفان بن صايغ المزروعي، بينما بديع في المركز الثاني، هجن الرياسة يقدم بديع علي بن ميل الوهيبي، المركز الرابع الوصول من الشامخة وصلت بشعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مصر بالقوبع، المركز الخامس وصلت غند تدخلت في المركز الخامس، غند لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم العرطي يضمرها، ولكن القادم الشرود لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان احمد بن خلفان بالصايغ، يصل بالصايغ ليقدم ايضا اسم الشرود وليقدم اسم زعفران، بالفعل هكذا النتيجة مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هنا مشاهدين الاعزاء المركز السابع الوصول على المركز السابع والثامن، من هنا كالقادم القادم الوارية والقادم الشاهينية، هجن الرياسة علي بن يمي اللهيبي يقدم في عملية التضمير، بينما المركز العاشر القدوم من الضبية لسمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان احمد بن خلفان بن صايغ المزروعي في عملية تضميرهن، بالفعل مشاهدين ومتابعين الكرام في انطلاقة مميزة وفي أداء كبير، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة الأولى، هناك التحديات، بديعة، بديعة هي في الصدارة، بديعة هي في المركز الأول ليتقدم، هنا شعار هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يمي اللهيبي مقدما لبديعة على الصدارة الأولى، الشامخة في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم يتقدم غانم بن مصر بالقوبع، الدخول على المركز الثالث هذه القادمة الشرود، وأيضا القادمة على المركز الرابع زعفرانة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان أحمد بن خلفان بالصايغ، يقدم أيضا زعفرانة ويقدم الشرود على المركز الخامس، وصلت الشاهينية من هجن العاصفة غيات الهلالي في عملية التضمير والتدريب، الشاهينية قادمة للمركز السادس، هناك من هجن الرياسة يضمر الشاهينية علي بن يميل الوهيبي، بينما وصول من الضبية لسمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد النهيان احمد بن خلفان بالصايغ يضمرها، بالفعل تأتي في المركز السابع المركز الثامن، وصلت في هذه اللحظات هذه الوارية هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي، المركز التاسع القادمة الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي يتقدم معها
هذا الاسم ليقدم هذه الانطلاقة القوية والعملاقة. هكذا النتيجة 1800 متر المتبقي عن انطلاقة هذا الشوط، ونتعرف من سوف يكون الفائز في هذا الشوط، من سوف يكون حامل لقب هذا الشوط. نعود مباشرة إلى زعفرانة، زعفرانة اللي غيرت الصدارة الأولى، زعفرانة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل الهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، ولكن بديعة بديعة في المركز الثاني، هجن الرياسة علي بن يمي اللهيبي، وصلت الشامخة، وصلت الشامخة على المركز الثالث هنا لسمو الشيخ. سعيد بن مكتوم بن رايد المكتوم، غانم بن مصر بالقوبة، ولكن دخول من الشرود، وصلت الشرود في هذه اللحظات لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان. هناك احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، الشاهينية قادمة، الشاهينية قادمة منطلقة بشعار هجن العاصفة. ما شاء الله، انتهينا من الحزام الاخضر، ولكن عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى التنافس القوي لندخل الغلاف الجوي. الكيلو الاخير، الله الله الله، هجن التراث، هجن التراث، هجن التراث هنا على الصدارة الاولى، زعفرانة والشرود، زعفرانة والشرود بالفعل تحركت بديعة، انطلقت بديعة في هذه اللحظات. بديعة من هجن الرياسة يضمر بديعة علي بن يمي اللهيبي، اذا زعفرانة وبديعة في منافسة قوية، ولكن الوصول من الشاهينية، هجن الرياسة، هجن العاصفة قادمة على المركز الثالث، الوصول على المركز الثالث. الله الله، نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى زعفرانة، هي في الصدارة، هي في المركز الاول، 400 متر الاخيرة، يلا يا تلمان. احمد بن خلفان بصايغ المزروعي غيرت بديعة، غيرت بديعة في المركز الاول، هجن الرياسة، الظافر علي بن يميل الوهيبي، وصلت الشاهينية وتدخلت الشاهينية من هجن العاصفة غيات الهلالي. الله الله الله، غذت المركز الاول، هذه الشاهينية في المركز الاول، هجن العاصفة تتقدم في هذا الشوط، شوطنا العاشر. مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، سلام الى هجن العاصفة، سلام الى مالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سلام غيات سلام على الفوز بالمركز الاول. المركز الثاني بديعة من هجن الرياسة، المركز الثالث وصلت زعفرانة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان نيان، المركز الرابع وصلت في شرود لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان نيان، المركز الخامس الظبي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم. هكذا مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، شاهدنا هذا الشوط، نعود بالتوقيت الزمني، حيث ايضا الشاهينية قطعت المسافة في 12 دقيقة 39 ثانية، اربع اجزاء من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي، بينما المركز الثاني 12 دقيقة 39 ثانية، تسع اجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لمالك ايضا هجن الرياسة، بديعة بالفعل، تهانينا العلي بن يمي اللهيبي، المركز الثالث 12 دقيقة 41 ثانية، جزءا واحدا من الثانية، تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان، تهانينا لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي.